أحبتي في المسيح، نرحب فيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في فقرة جديدة تتحدث عن إجابات على أسئلة إخوتنا المسلمين المتكررة، وحنسميها أسئلة المسلمين الشائعة. فقرة اليوم من أسئلة المسلمين الشائعة حنتكلم عن معنى أن المسيح كلمة الله. وأخيرا تلاقي المسلم والمسيحي يتفقون بأن المسيح كلمة الله. مثلا عند المسلم تلاقي أن المسيح كلمة الله في سورة النساء الآية 171، وآل عمران الآية 45، وكمان في حديث الشفاعة أنه لما الناس يطلبون من موسى علشان يشفع لهم، ولكن موسى نفسه يقولهم روحوا لعند عيسى كلمة الله وروحوا. وفي الإنجيل هم بعد المسيح كلمة الله، الآية تقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، يوحنا 1:1. لكن السؤال المهم، إيش يعني كلمة الله؟ المفسرين المسلمين كالعادة احتاروا في تفسير معنى كلمة الله. منهم من قال إنها بشرى الله لمريم، وبعضهم قال لأن الله خلقه بكلمة منه لما قال كن فيكون، وحاشا لله من هذا التجديد. طبعا حنا نعرف إن المسيح مولود ومش مخلوق، طبعا كل هدول التفاسير مرفوضة. فالبشرة مرفوضة لأن ربنا بشر إبراهيم بإسحاق حسب الصفات الآية 112، وليش ما نقول عن إسحاق كلمة الله؟ والمعنى الثاني مرفوض لأن ربنا لما خلق آدم بكلمة منه قال كن فيكون، والشيطان ربنا خلقه بكلمة منه كن فيكون، فهل هذول كلمة الله؟ حاشا. طيب واحد منكم ممكن يسأل سؤال ويقول طيب يا دكتور ايش معنى كلمة الله؟ الإنجيل يجاوب على هذا السؤال. الكلمة في الإنجيل مكتوبة باللغة اليونانية الأصلية كلمة لوغوس، وهذه الكلمة تعطي معنى العقل الإلهي، يعني عقل الله، ومنها جاءت كلمة المنطق لوجيك. وكل العلوم تنتهي بكلمة لوجيا، بيولوجيا تعني علم الأحياء، جيولوجيا تعني علم الأرض، وهكذا. ولوجس أو علم المنطق هو عقل الله، فأي شيء تقول عنه هذا أمر منطقي لأنه مخلوق ومدبر حسب فكر الله. وهذا الفكر والعقل الإلهي تجسد في المسيح يسوع، عشان كده الكتاب يستخدم صفة المذكر للكلمة، في البدء كان الكلمة ومش كانت الكلمة. الكلمة مذكر وتعني عقل الله، وهذا الفكر الإلهي تجسد في شخص المسيح يسوع الناصري. والإنجيل يقول أنه في البدء كان الكلمة، يعني أن الكلمة من البداية وبها يكون كل شيء، وبدون كلمة لا يوجد شيء. ونشكر الرب يسوع المسيح الكلمة على محبته وتجسده وحلوله بيننا حنا البشر. صلاتي أن الكل يأتي إلى الكلمة وينهل من معرفة علم الله القدوس، له كل المجد والكرامة والقوة والسلطان.
بالمسيح يسوع. آمين. غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا وكانها ريحك ومحمولها ما حد غيرك عندي يرتاح باله والسعادة ينولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها جيت لجلن عينين جيت للبشر خدام أتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام ما جيت لجلن عينين جيت للبشر خدام أتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام وسلامي فوق عقولنا ما حد غيرك الله ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا وتقالها ريح ونحمولها دعوتي للخطار أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة مع إني بار وصالح دعوتي للخطار أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة وحق وطريق يمشوا بها ما حد غيرك قالها ولا حد يقدر يقولها ما حد يقدر يقولها الدنيا وتقالها ريح ونحمولها قلت السماي انا بصعد لكن ارسل لكم روحي عزي ويسند طول الطريق يعينكم قلت السماي انا بصعد لكن ارسل لكم روحي يعزي ويسند طول الطريق يعينكم في طلوعها ونزولها ما حد غيرك قالها يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا وتقالها ريحكم نحمولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا وتقالها تعالوا وكل يجيب أحماله قلت لنا تعالوا كل يجيب
بحماله عندي ارتاح باله والسعادة ينولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. المسلمين والمسيحيين متفقين على عظم وقوة وقداسة السيد المسيح، لكنهم أيضا مختلفين عليه في أمور كثيرة، منها طبيعته وصلبه ورسالته وخلاصه وفدائه. وفي حين تستخدم المسيحية الكتاب المقدس، يستخدم الإسلام القرآن في إثبات رؤيته في المسيح، ومرات يستخدم المنطق والتشبيه والقياس وأحياناً المستقبل كدليل إثبات على الحاضر في شكل غريب جداً من أشكال الأدلة والإقناع. ومع غرابة الموضوع، لكن طبعاً هذا هو طرح القرآن، وواجب عليك إذا كنت مسلم القبول بطرحه. فمثلاً يستخدم القرآن المستقبل في إثبات عدم إلوهية السيد المسيح، فيقول القرآن في حوار ما سيكون بين الله والمسيح في المستقبل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في مشهد يأخذ فيه السيد المسيح دور العبد الفقير الخايف من عقوبة سيده، يدافع عن نفسه أمام المحكمة الإلهية وينكر إلوهيته، وطبعا يتبرأ من أتباعه ويدفع التهمة عن نفسه، ومع العلم أن الله يدري إذا كان المسيح قال ذا الكلام فعلا أو لا، لكنه يستجوب المسيح هنا للتقليل منه وعشان يكون حجة على أتباعه. وهذا الهدف الأصلي من الآية، لأنه كأنه يقول إياك أعني واسمعي يا جار. إذن قرينة غريبة وحجة أغرب لإثبات رأي معين، لكن لازم نصدق ولا نكون من الضالين المكذبين الموعودين بالعذاب والتنكيل. وما ننسى طبعا أن الإيمان بالغيب فضيلة. وبنفس الأسلوب يشبه القرآن المسيح بآدم في آية لا يخلو منها أي حوار مسيحي إسلامي أبداً، تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولئن الكلام في هذه الآية يطول شرحه فبيكون هو محور حديثنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أما حلقة اليوم فبنتكلم فيها عن رأي الإسلام في رسالة السيد المسيح وسبب مجيئه للعالم، حيث اختصر الإسلام رسالة السيد المسيح في نقطتين أساسيتين: أن يحل بعض الذي حرم، وأن يبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد.
فالآية تقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والآية الثانية تقول: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذا كانت رسالة السيد المسيح بحسب المعتقد الإسلامي تحليل بعض المحرمات مثل أكل بعض أنواع الأسماك ولحوم الإبل واللي كانت قد حرمت عليهم في عهد موسى، وليبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وطبعا باين هنا أن التركيز والرسالة الأساسية مش في تحليل بعض المحرمات، فهذا سبب ضعيف ومش ذو أهمية، لكن القصد وراء الآية هو اختصار واختزال وتحديد كل رسالة السيد المسيح وبشارته في الشهادة لصالح الإسلام لدعمه وتأكيد رسالته ومنحه امتداد إلهي. فشهادة بهذا الوزن أكيد بتعطي الإسلام دفعة قوية، خاصة إنه ما قدم أي شيء يثبت حقيقته. لكن ما دمنا نتكلم هنا بالمنطق والمعقول، فخلوني أسأل: هل يعقل أن يكون دور السيد المسيح في الحياة مختصر فقط على رسالة ضعيفة ومش ذات أهمية؟ جاي بس يحل لنا ناكل ويبشر بنبي يجي بعده وأشوفكم على خير؟ هل احتاج الله أن يرسل شخص بحجم وعظمة الشخصية وشخصية السيد المسيح بس عشان يحلل أكل لحم الإبل؟ هل يعقل أن يأتي للعالم شخص فريد من نوعه ما له شبيه ولا مثيل ولا قرين بين كل البشر عشان يبشر في القدس بنبي يأتي بعدها ب600 سنة في مكة، في أرض غير الأرض وناس غير الناس وطبيعة غير الطبيعة ولغة وحتى لغة غير اللغة وبتعاليم مخالفة تماماً وكلياً عن تعاليمه؟ وين حكمة الله في ذا السالفة؟ طيب وقتها كان النبي يحيى موجود ومتوفر، ليه ما كلفته بذا المهمة البسيطة؟ وما له داعي أرسل النبي يحيى يشهد للمسيح عشان المسيح يشهد لمحمد؟ يعني ذا السالفة طولت، ما كان له داعي. يعني هل يعقل يولد إنسان من عذراء بدون أب فيحيي الموتى ويشفي المرضى ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتحكم في الطبيعة ويخلق العيون ويطرد الشياطين ويرسل الروح ويشبع الجموع ويغفر الذنوب بس عشان يحل البعض الذي حرم؟ من جدكم أنت؟ معقول يكون من أعطى الحياة ونشر العدل والمساواة وأمر بالمحبة والعطاء وقال طوبة للودعاء والرحماء شاهد على القتل والذبح وسفك الدماء؟ أبداً أبداً ومستحيل، وحاشاك يا رب. بل جئت ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ومش العكس. جيت لتحيي الميت مش لتميت الحي. لقد وهب الله للناس حياة جديدة في المسيح ولن يسلبها منهم أبدا. مستحيل يبدل الله تعاليم السيد المسيح الإنسانية بتعاليم قاسية ولا إنسانية. مستحيل يبدل الله المحبة والرحمة بالعنف والقسوة. مستحيل يجي من صنع العيون والأطراف وهب الحياة مبشر بمن يقتلع العيون ويقطع الأطراف ويزهق الأرواح. بل مستحيل أن يكون المرسول أقدس من الرسول. لكن المسيح جاء للعالم لينشر المحبة والسلام ويبشر بالنعمة والخلاص. المسيح جاء ليكون خط فاصل بعده يتغير كل العالم. المسيح جاء عشان نتوقف عند حياته
ولا نمر عليها مرور الكرام. وعشان كذا جاء بنفسه وبكل قوته وبكل معجزاته. المسيح جاء للعالم لأنه يحبك، مش لأنك تحب بطنك. جاء ليكون لنا نور وحياة، بدأ وقد أكمل، فله كل المجد والمحبة. ولكم مني كل الشكر على المتابعة، وتحياتي لكم وتحيات الدكتور خالد الشمري، ونشوفكم في الحلقة القادمة من المجلة السعودية، وفي أمان الله. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير، وأمانتك محيطة فيك. أنت متسلط على هياج البحر، فتهدي أمواجه عند ارتفاعها. أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها. أنت خالق الشمال والجنوب، وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة. البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق، فيسلك في نور محياك يا رب. باسمك يبتهجون طول النهار، وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون. وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا، وملكنا هو قدوس إسرائيل. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى زبدة هذه الحلقة، وهي فقرة الاختبارات. وهذا الاختبار اللي وصلنا من العراق للأخ عين، يقول: أشكركم على برنامجكم الرائع، أنا من متابعيك من جنوب العراق وأعمل مدرس تاريخ، أحب المواضيع التي تطرحها التي هي أكثر من روعة. أنا أشارك مواضيعك على صفحتي، وأدعو أصدقائي لكي يشاركوها لكي يستفيد الكل من المواضيع التي تطرحها. الرب يباركك. أشكرك على ردودك. تحياتي للجميع العاملين في القناة، وتحياتي لك. آمين. الرب يباركك يا أخ عين. إحنا محتاجين صلواتكم، وإنتوا دائما في صلاتنا، فصلوا من أجلنا، وإحنا نصلي من أجلكم ومن أجل العراق. الرب يستخدمك لمجد اسمه، ويحرر العراق، ويكون كل العراق للمسيح، بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولا نلتقي الأسبوع القادم في رعاية المسيح. إلى اللقاء.